نفي، شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ امي وابي تخانقوا امبارح، شو ما سمعتوهم؟ اي مزبوط. امي بكيت طول الليل. انت كيف عرفت انها بكيت؟ نامت باوضتها امبارح جنب عثمان. انا تاخرت نجي، ديروا بالكم. انت كمان. يلا باي. جميلة دريت بكل شيء يا كارولين. اوكي حلو، شو رح تساوي هلا؟ انت انفصال. ما بعرف. انا كثير مكركب كارولين، واتخانقنا ليله امبارح. انت بتحبها الا ولا انا؟ بتعرفي اني بحبك كارولين. اذا هيك انت ليش هيك؟ ما بعرف، يمكن الاولاد. والاولاد شو دخلهم بقى؟ انت بضل بابا تبعهم. جميلة ما بدها تتطلق، بدها يعني اتركك. كارولين، انت بدك يترك؟ انا بحبك كارولين. وانا بحبك كمان، بس انت متجوز وحده، ما بيصير. انا محتاجه شوية وقت بس افهميني. انا انتظر كتير قلي، عندي انا ما بقى وقت. راسك ملخبط، لا ما بيصير. نو، انا ما عم يفهم. انت بيحب انا يبقى معي، بهب جميلة يبقى مع جميلة، نحن سوا ما بيصير. بالرسالة ما كتبت لك أنا، يا جميلة يا أنا. كارولين خلصنا، لا بقى تضغطي علي أكثر، بكفي. إذا هيك أنت ياخذ قرار لكان. لك ليش هيك قرار بهي السهولة؟ حطي حالك مكاني. يكون منطقي منيح، أنت بيعصب كثير، عم بيعيط على أنا، هيك ما بيصير، اهدى شوي. منطقي، خلصنا العمى. ألو؟ خليك منطقي. شو هالعالم هي؟ ان شاء الله قبطان علي. اشتقت للسفينه ولا مقلع من البيت؟ اثنين. انت هون بالليل؟ ليش انا وين عندي مكان روح عليه غير البحر؟ ماشي، بمرق لعندك. منتظرك هون على الشطحه. الو. هلو، انا بده يحكي مع السيد علي، كابتن علي. هلا هو بصراحة مانو هون، وهو ما بيقعد هون اصلا. اي نو، بيعرف، فقط انا لازم يحكي معه. انا بسجل انك اتصلتي فيه وبخبره بعدين. مهم كتير. اوكي، انا اسمي كارولين. ماشي، انا رح خبره فورا. مع السلامة. مع السلامة. الو، ايه انا. ايوه، وحده اجنبيه مو هيك؟ مهم كتير لكان. بس دقيقه، لا تسكر. بدي اسالك شغلي، انا فهمان صح مو هيك؟ وحده ست اجنبيه اسمها كارولين.
شكرا كثير. طبعا طبعا انا بخبره، لا تاكل هم. تمام شكرا، انا بتشكرك. يسلم لك علي. والله يا اخي طلعت مالك قليل بالمره. شو خير اخي كمال؟ اهلا وسهلا. عم دور على علي. القبطان علي بقسم الخزانات. بس كان بدي اقول له شغله. ماشي انا بخبره انك هون. اخوك كمال هون ومنتظرك برا على الرصيف. اخوك كمال هون ومنتظرك برا على الرصيف. قل لي شو صار معك، خلصته؟ عم نحاول نصلحه. خير اخي؟ صاير شي؟ اتصلوا من الشركة هلا وقال في حدا اتصل فيك. مين اتصل؟ واحدة يا ست اسمها كارولين من هولندا. شي حلو والله. شايفك توترت، شو بك يا كتير؟ لك استنى شوي منروح سوا على البيت. لا تستناني، انا الليلة بالسفينة. طار والله. كارولين ليش عم تتصلي بمكان شغلي؟ كل هالقد الموضوع ضروري وما بيتأجل معك يعني؟ ليش؟ انت مخبي انا؟ لك مو تخباي ولا شي، بس لازم ننتبه شوي، انا لساتني متزوج. بس انت بحب انا. طبعا بحبك انت. بس انت صرخ على انا، سكر تليفون على انا. كارولين انا اسف، كنت معصب. انا بعيد انت وانت معصب. انت لازم اهدى شوي علي. طيب علي انت امتى بيجي عند انا؟ باخره امتى بيتحرك لعنده؟ الباخره فيها عطل، مو معروف امتى رح تتحرك. ما بيعرف؟ ما بيعرف. ايه يعني انت لسه بضل هنيك عنده باسطنبول؟ وانا رح ينتظر انت؟ ما فيني اعمل شيء كارولين، انا مضطر. مرت انت كمان هنيك؟ بس انا قلبي عندك انت. قلبك عندي بس انت لسه هنيك. شو نعمل؟ ظرفي هلا ما بيسمح بنوم. انت حر لكان. بحبك كثير. يلا مع السلامة. أنا كمان.